طيب دي حقيقة محاولة لإسقاط نظرية الممر الضيق على الحالة السودانية، وهي عملت في شكل ورقة مشتركة مع الأستاذ زاكي الحلو كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم في إطار المشروع البحثي اللي كان قدمناه في يوم 3 و4 ديسمبر الماضي، تتعلق يعني حقيقة بتحديات المتلازمة السودانية. وطبعا هي يعني في استعراض كان طويل الحقيقة تقدم، فبس دعوة يعني مشاهد الأدبيات والفنون والزخم الشعبي والثورة والانتشار الجغرافي الواسع، لكن تظل هناك تحديات كبيرة. فالتحديات دي يعني مش عارف تحت نمشي تحت شوية. أيوة طيب، يعني هو ده نفس النموذج. طبعا النموذج ده على فكرة يعني تم تطويره في إطار يعني نموذج رياضي معقد جدا اللي هو بيستخدم جيم ثيوري، يعني نظرية اللعبة، على اساس انه في جيم بين النخبه المسيطره على الدوله وبين المجتمع، والقوه بتاعت المجتمع والقوه بتاعت الدوله او النخبه هي دي. فانا حجي بس هنا او حبينا هنا يعني بس ناكد انه التحول اللي حصل في سياق ثوره ديسمبر المجيده انه تحول يعني وصل الحالة السودانية في أضيق منطقة في الممر ده. فبالتالي يعني اللي هو الباص رقم واحد، الممر رقم واحد اللي هو ده، أنه النظام نظام الإنغاز كان أضعف المجتمع السوداني بصورة كبيرة جدا. الفعل الثوري اللي حدث ديسمبر 2018 عمل نقلة أفقية ضوت المجتمع ودخلت الحالة السودانية في الممر حسب تقييمنا ودراسة يعني تقييمنا للحالة السودانية في ظل أو في إطار نظرية الممر. لكن حساسية الموضوع وخطورة الموضوع أنه يعني في نطاق ضيق، فبالتالي أقل صدمة بتطلع البلد من الممر ده. وده اللي حصل عندما يعني تفرق تحالف الحرية والتغيير وضعف للأسف السابقة وأغرى الثورة المضادة، وحصل في 25 أكتوبر أنه السودان خرج من الممر. الآن في بوادر قوية جدا أنه حيحصل رجوع للممر، لكن وهنا طبعا ده مهم جدا بالنسبه لنا نحن كلنا كسودانيين والنخبه السودانيه الموجوده هنا وبالاخص قياده الحركه السياسيه، انه دي مش نهايه المطاف، بالعكس التحدي الحقيقي حيبدا في انه تم يعني التوصل لاتفاق شامل وتمت اعاده البلاد للمسار الدستوري. ده هنا بيبدا التحدي الحقيقي اللي هو في انه لم يتم لعقد اجتماعي ينظم العلاقة البينية بين القوى السياسية وبين الرؤى والأفكار، أنه ممكن يحصل خروج آخر زي ما حصل، هو ده يعيد تأكيد المتلازمة السودانية. للأسف ممكن ده يعيد تأكيد المتلازمة السودانية. فبالتالي من الأهمية بكان أنه نحن نفكر في المرحلة الجاية دي بصورة أكثر عمقا. والورقة دي أو الملخص اللي أنا حقدمه ده هو عبارة عن محاولة متواضعة لإثارة الموضوع ده وإعادة التفكير فيه بعمق شوي. ماشي فوق. اللي هو ده ما يسمى بهندسة المشروع الوطني بسبب ديسمبر المجيد. وكيف يمكن لا أبعد؟ اللي هو أنه لابد من بناء فضاء سياسي مفتوح
للأفكار لرعاية حوار مجتمعي هادف وشفاف يؤدي إلى عبء اجتماعي قابل للتطبيق. وأنا أفتكر يعني دي مناسبة عشان نحن نحتفي ونترحم على الحبيب الإمام الصادق المهدي، لأنه بعد شهر من اختصاصه ديسمبر المجيدة اتحدث عن أهمية العبء الاجتماعي لاستمرارية الثورة. للأسف يعني لم يكن هناك اهتمام كبير بالموضوع ده، وأنا أفتكر حان الوقت أن نحن نستفيد ولازم يكون في حديث عن عبء الاجتماعي. العبء الاجتماعي ده لازم تكون عنده سردية وطنية، سردية وطنية نهضوية تحفز يعني الشعب بأن يكون في مستقبل. السردية دي لازم تكون مقنعة، يعني مبنية على أسس موضوعية، لازم تكون محددة ثقافياً، يعني لها علاقة. يعني مثلاً زي الحدث اللي حصل أمس وأشار له بروفيسور روبنسون في المتحف القومي، اللي هو يعني إعادة تموضع التمثال بتاع الملك بعانخي. يعني ده كان حدث كبير جداً مبارح للناس اللي حضروا، وصلحت الموسيقى والسلام الوطني، وده نوع من السردية الوطنية المهمة جداً اللي بتوحد الناس. أيضاً طبعاً التراث الأدبي بتاع شباب ثورة ديسمبر، الجداريات والسرديات والأشعار اللي بتنشد لأمهات الشهداء، دي نوع السردية الوطنية المهمة اللي عندها بعد ثقافي مهم. ويمكن هنا نستدعي المشروع بتاع جيرمان دينغ سياو بينغ في 75، اللي أحدث تحول كبير جدا في الصين، أنه بدأ بسردية وطنية. وبالرغم من أنه خلاف الأيديولوجيا الكبير بين النظرية الماركسية والفكرة أو الثقافة بتاع الكونفوشيوسية، إلا أنه استدعى التاريخ الحضاري للصين وأبشر بأنه لازم يكون في تحول نحو دولة اقتصادية قوية ويكون عندها حضور في العالم، وده كان بداية التحول الاقتصادي الكبير اللي حصل في الصين. فإحنا محتاجين لبناء الفضاء الفكري ده عشان المشروع يكون عندنا عقد اجتماعي ويكون في سردية وطنية تبشر بالعقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ده هو عملية متواصلة للتعلم الاجتماعي والمشاركة التفاعلية بين الجهات الرئيسية أو المكونات الرئيسية للمجتمع، والنخب السياسية والاقتصادية، القطاع الخاص، الشباب طبعاً، وحتى يعني ما يسمى الآن بالسودان القديم. لابد أن يكون في تواصل بين الكتلة الحضرية الشبابية الثورية الموجودة الآن وبين السودان القديم، حتى لا يتم استغلال السودان القديم في مشروع الثورة المضادة. ده مشروع مهم جداً بالنسبة للحركة السياسية، لازم تهتم به. إطلاق المشروع الوطني ربما قد يتطلب وجود محكم وطني اللي هو ناشونال أربيتر، وده لأنه بيساعد في أنه يعني يمارس ضغوط على القوى السياسية. لما يكون في محكم يتمتع بمصداقية وعنده درجة عالية من الاستقلالية ينظر له على أساس أنه غير منحاز، ربما قد يساعد. وللأسف طبعاً كان عندنا تجمع المدنيين، أفتكر في بداية الثورة لعب الدور ده، ولكن للأسف طبعاً فقدنا المحكم المؤسسي ده. ومثلاً مقارنة مع الحالة التونسية، الاتحاد العام للشغل التونسي بيلعب دور محكم الآن، وربما قد يساعد في تطوير الثورة التونسية لمشروع انتقال ديمقراطي مستدام. عندنا كان محاولة بتاعت لجنة حكماء ضمت مجموعة متميزة من كبار الرجال والنساء المجتمع السوداني، الذين يعني طبعا نذر لهم دائما بأنهم غير منحازين ولا عندهم غرض في المشروع السياسي. فدي من القضايا اللي أنا أعتقد أنه أدعو أنه يكون في حوار حولها في المرحلة دي بالذات، المرحلة الاستراتيجية. الجانب السياسي من العقد الاجتماعي يعني ربما يكون من المهم جدا أنه نحن نفكر في أنه الديمقراطية البرلمانية بتاعت ويستمينستر
إلى أي حد هي حقيقة كانت سبب من الأسباب في المتلازمة السودانية؟ هل نحن فعلاً يجب أن نلتزم بالنوع ده من نظام الحكم؟ هل مثلاً ممكن نحن ننظر في إمكانية نظام فيدرالي متفق عليه الآن في ظل الولايات الغليمة التاريخية، ولكن نظام رئاسي برلماني مختلط لتوفير قدر من الاستقرار لمنظومة الحكم في ظل عدم إمكانية وجود أغلبية واضحة؟ يعني في سياق تاريخي تاريخيا ما كان في إمكانية لحكومة أغلبية، حكومة أغلبية في حكومة ائتلاف. ربما نعيد إنتاج الموضوع ده إذا استمرينا فقط، أو على الأقل بإعادة النظر في موضوع الله. بعدين في دعوة قدمت في الستينات مرة أخرى يعني من قبل وقتها رئيس الوزراء الشاب الصادق المادي في الثلاثينات من عمره، قدم الطروحة بتاعة حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات. الآن يعني يمكن بروفيسور عطا يقول ثاني في الموضوع ده، أنه يعني خبراء الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية يقولوا أنه استقرار الديمقراطيات بالذات الديمقراطيات البرلمانية يتطلب قدر معين من اقتصاد حديث ومستوى دخل معين. نحن ما عندنا الاثنين دول، سواء كان على مستوى الاقتصاد الحديث أو على مستوى الدخل. وده لأنه بيعكس يعني درجة نضوج الاقتصاد وتعقد العلاقات البينية وعوامل الإنتاج. فبالتالي من الأهمية أن يكون في تفكير أنه ممكن يكون في انتخابات، يكون في تنافس حزبي، لكن من الأهمية بمكان أن يكون في حكومة وحدة وطنية على الأقل يعني للدورة الجاية دي إذا حصل الانتقال الديمقراطي بإذن الله، أو حتى دورتين. ليه؟ لأنه تاريخيا معروف اللي كتبوا عنها كثير من المفكرين السياسيين مثل الراحل المرحوم منصور خالد، يتحدث عن النخبة السودانية وأزمة النخبة، وأستاذنا البروفيسور عبد الله إبراهيم يتكلم عن الحسد الانتخابي للنخبة السودانية، يعني في كتابات كثيرة عن الموضوع ده، في أنه في مكون من المجتمع السوداني بالذات من النخبة ما بيفتكروا أنه الأحزاب السياسية بالذات الأحزاب السياسية التقليدية بتمثلهم، وبالتالي يعني بيكون في تنافر بين الحركة النقابية أو حركة التجمعات المهنية وبين الأحزاب المفوضة سياسيا، وده كان من ضمن الأسباب اللي أدت إلى فشل الديمقراطية الانتخابية. عشان كده ضروري جدا أنه برضه يكون في يعني تعمق وبحث في إمكانية أنه يكون في ديمقراطية انتخابية، ولكن تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق أجندة اقتصادية كبرى، تحولات اقتصادية كبرى تمهد أعداد الاستقرار الديمقراطي. في السياق ده ممكن نقول أنه تحدثنا عن بعض الأفكار في العبد الجانب السياسي للعبد الاجتماعي، أما بالنسبة للعبد الاقتصادي نحن عندنا مرجعية اللي هو الشعار الأيقوني بتاع الثورة، حرية سلام وعدالة. هذا الشعار هو شعار حقيقة بيأسس لمشروع اقتصادي واضح جدا، وبيؤدي إلى أنه لازم تكون القوة السياسية والقوة النقابية مش فقط يكون عندها الشرعية الانتخابية، ولكن تسعى إلى كسب الاستحقاق الشرعية الاقتصادية. من الأهمية بمكان أنه الحركة السياسية يكون عندها مشروع اقتصادي. يعني على سبيل المثال بس كمجرد أفكار، برنامج قصير المدى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد واستئصال إرث التمكين على المدى القصير، مشروع اقتصادي نهضوي يستهدف إحداث تحولات اقتصادية اجتماعية سياسية استراتيجية. على سبيل المثال مثلا في حالة السودان كدولة خارجة من يعني نظام كليبتوكراتي اللي هو نظام بتاع فساد مؤسسي دمر المقومات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، الاقتصاد أول ما يصلح إصلاح اقتصادي، وخاصة أن أيضا دولة كانت تعاني من حروبات أهلية لفترة طويلة، ممكن تتحقق معدلات تنموية عالية جدا
ودي حدثت في موزمبيق وحدثت في أثيوبيا. وفي قانون اسمه قانون السبعين. قانون السبعين ده اللي هو عبارة عن يعني مش يعني عبارة عن يعني معادلة يعني بتتحقق في حالة أنه عندك معدل نمو معين، تقسيم 70 على معدل النمو ده بيوريك أنه بتحتاج لكم سنة عشان الاقتصاد يتضاعف. فده ممكن يكون شعار هام جدا أنه نحن عايزين نضاعف الاقتصاد السوداني مثلا كل 7 سنوات إذا نمينا 10% في المرحلة الأولى، ودي ممكنة جدا لأنه حدثت في اقتصادات كثيرة. فيبقى ده الهدف الاستراتيجي بالنسبة للتحول الاقتصادي. يبقى كيف نحقق ده؟ عندنا استراتيجية زراعية، عندنا استراتيجية بتاع بين تحولات في البنية التحتية، في التعليم، في الصحة. ده مهم جدا عشان يكون مؤشر في الخطاب النهضوي ده المجتمعي. ولازم يكون طبعا الأهداف بتاعت التنمية المستدامة اللي هي دي أصبحت مهمة جدا، 17 هدف ده اللي هي دي لابد من تحقيقها، وفي إطار خطة لتحول هيكلي تستهدف العمالة الشابة. نحن الآن مجتمع شاب، يجب أن الخدمة المدنية، يجب تخصيص الموارد، كل شيء يتوجه نحو تمكين هذه الأعمال الشابة والاستفادة منها وبناء أقطاب نمو متعددة قطاعية وجغرافية، واللي هي برضه بتساعد في بناء جسر قوي جدا مع السودان القديم اللي الآن بيطالب بحقوقه في الشرق وفي الغرب وفي مختلف الجهات. لا شوفوا الشخص فوق مثال للي حصل في جنوب افريقيا اللي هو ده، يعني يمكن احنا نقول انه ده اعظم تحول حصل في القاره الافريقيه اللي هو حكم الاغلبيه في جنوب افريقيا. ده حدث نتيجه لتسويه سياسيه. التسويه السياسيه دي ادت لتحولات اقتصاديه كبرى مكنت الاقتصاد بتاع جنوب افريقيا في خلال يعني اقل من 10 سنين او 12 سنه يرتفع بنسبه 80%، وارتفع معدل دخل الفرد بنسبه 40%. خاصة دخل الفرد في الأغلبية ارتفع بصورة أكبر من كده، لكن ده المتوسط. طيب شنو يعني ممكن نستفيد من التجربة دي؟ أول حاجة في 4 محاور أو في 4 مكونات للانتقال. القيادة السياسية. القيادة السياسية طبعا وجود القيادة الكاريزمية لنيلسون مانديلا والخطاب النهضوي الواضح اللي بيتعلق بالتحولات الاقتصاديه في القطاع الاجتماعي وغيره وغيره. بعدين تماسك ووضوح المشروع الوطني. ودي واحده انا افتكر يعني من التجارب المهمه جدا، لانه الفتره بتاعت المرحله الاولى في بعد انتصار ثوره ديسمبر، انه التماسك المشروع الوطني حصل له خلل كبير جدا. وبالتالي مهم جدا ان يكون في مشروع وطني واضح متفق عليه من قبل الاغلبيه. ده بيؤدي الى انه يكون في مخاطبه للقواعد الشعبيه، اللي هي انه النخبه السياسيه اتفقت على مكافحه الفقر واطلاق نمو عريض القاعده. ده بيخلي في اطار يعني مخاطبه نهضويه تبشر بمستقبل وتستند التراث الثقافي والتاريخي وكده، ولكن يعني في اطار مشروع متين يعني مبني على دراسه وفهم وعلم وكذا، يؤدي الى ان يكون في استعداد لتحمل تبعات الاصلاح في المدى القصير. وده مهم جدا ومن الاهميه بمكان انه الجماعه لازم يكون في اداره التوقعات. بس الناس بتتكلموا عن انه والله بعد ده خلال السنتين الجايه ممكن يحصل انفراج اقتصادي كبير جدا وحيحصل تحسن في الاقتصاد، لكن ما حيكون في انفراج اقتصادي كبير، بمعنى انه العمق بتاع الهوة اللي نحن فيها كبير جدا. فبالتالي بيكون في حاجه لاصلاح جزء كبير، وايضا بتكون في بعض التبعات للاصلاح. فلا بد من انه يكون في تهيئه للمجتمع بانه الاصلاح الاقتصادي ده عنده فوائد كبيره جدا مستقبليه في اطار خطاب متماسك ونهضه قوي. ايضا علاقات النخب. في حالتنا النخب العسكريه والنخب المدنيه وما بين النخب المدنيه نفسها،
انه لازم يكون في يعني مرجعيه يتفق عليها بين النخب كلها تشكل الاساس بتاع العقد الاجتماعي، مثلا بناء الطبقه الوسطى السودانيه، الخدمه المدنيه، القوات النظاميه، القطاع الخاص ودوره، وحمايه القطاع الخاص ده اللي حصل في جنوب افريقيا، حمايه القطاع الخاص من التأميم والمصادره نتيجه للاتفاق على ما يسمى بالبلاك امباورمنت اكت، لو اتفقوا ان النخبه السوداء الاغلبيه لابد ان تستحوذ في نهايه المطاف على اكثر من 60% من الشركات والمؤسسات الخاصه اللي كان بيمتلكها المكون الابيض الاوروبي من جنوب افريقيا. وده كان عامل مهم جدا ساعد في علاقات النخب ما بين المكونين الاغلبيه السوداء. بعدين بالنسبه للقطاع الخاص، اهم حاجه بالنسبه لدور القطاع الخاص هو توقعات باستقرار واضح يؤدي لانتقال استثماري، لانه القطاع الخاص اذا ما اقتنع انه في يعني ثبات في السياسات بصوره قابله للتوقع ما حيتفاعل بصوره انه يزيد الاستثمار، والقطاع الخاص مطالب بانه هو متوقع منه انه يعني يخلق القيمه المضافه كرييت فاليو، فالدوله لازم تلعب دور هنا. دي اللي حصل في جنوب افريقيا. طيب اخر سلايد بالنسبه لنا في السودان، نحن كيف نحن هنا بنفس الطريقه، انا اعتقد انه نحن طبعا نحن ما بنستنسخ تجربه من مجتمع اخر، لكن بنستخدم البروسيس الاليه طريقه التفكير، انه نحن محتاجين لمشروع وطني فيه عرض اجتماعي متين ذو بعد سياسي واقتصادي وخطاب نهضوي ببشر بنهوض شرعيه سياسيه واقتصاديه يكون فيها استحقاق واضح ببناء طبقه وسطى سودانيه مستقره ومكافحه الفقر وادوات للتحقيق ده وسياسات يعني ممكن نتفق عليها. القواعد الشعبيه وخاصه الى الشباب الان يعاني من فقر ومن عدم وجود وظائف وكذا، لا بد من ان يكون في مشروع واضح لهذا الجيل حتى انه يعني الجيل ده يتحمل فتره الانتقال دي وفتره الاصلاح الاقتصادي، التحول في القطاع الزراعي، تطوير ساحل البحر الاحمر، بناء شبكات الطرق، يعني منظومه متكامله يتم التبشير بها وتحضيرها بشكل مناسب كتبرير الى انه لا بد ان يكون في اصلاح اقتصادي في المدى القصير. بالنسبه للقطاع الخاص السوداني، انا افتكر ان احنا محتاجين لشيئين، محتاجين انه الدوله تطلع في المهام الاستراتيجيه الخاصه بالاستثمارات المؤسسيه. يعني المطارات زي مطار ثوره ديسمبر، زي شبكه الطرق وسكك حديد، زي تطوير ساحل البحر الاحمر مثلا، مشاريع استراتيجيه كبرى وايضا بيئه ناظمه تمكن القطاع الخاص من انه يستثمر في القطاع الانتاجي ويحصل الانتقال الاستثماري، ده مهم جدا جدا، وده بيعتمد على اتفاق النخب في ذي المشروع وعلى الخطاب السياسي الاقتصادي. واخيرا ايضا الطبقه السياسيه في حالتنا هنا لابد من انه يعني مثلا انا بديكم اكزامبل بالنسبه لشركات الشركات بتاعت الجيش مثلا. هم بيقولوا والله نحن الشركات دي بتمكننا بانه نحن نشتري سلاح ونطور القوات المسلحه بدون ما نرهق الموازنه. لكن اي شركه ما خاضعه لمراجعه او تدقيق وتحت اشراف وزاره الماليه زي ما قال البروفيسور، يعني السلطه المطلقه بيجيها بيكون فيها فساد مطلق. لكن الحوار مع القوات النظاميه والجيش بالذات انه نحن مثلا اذا حصل تحول ديمقراطي حيكون في شرعيه اقتصاديه تلزم وتحقق قانون السبعين، انه نحن في كل 7 سنين في المرحله الاولى دي الاقتصاد السوداني حيتضاعف. بس الاقتصاد السوداني حسب التقديرات حوالي 40 مليار اللي هو تلت الناتج المحلي بتاع إمارة دبي. تلت الناتج المحلي بتاع إمارة دبي. يعني إذا نحن مثلا قدرنا نوصل في 7 سنين الجاية
الاقتصاد السوداني عشان يبقى 80 مليار، الميزانيه بتاعت القوات المسلحه هتتضاعف على الاقل. فبالتالي ده مخاطبه سياسيه اقتصاديه مع المكون المهم ده، في انه لا حاجه الى شركات يعني مشكوك في ادائها وغير خاضعه للمساءله وكذا، اذا الهدف الاساسي هو تطوير القوات المسلحه. وقيس على ذلك فيعني حقيقه الفكره النهائيه هي انه يعني العمل الحقيقي حيبدا الان اذا تم فعلا التوصل لانتقال ديمقراطي، في انه لازم يكون عندنا عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي ده لازم يكون مبني على مشروع وطني ويتم تقديمه للشعب السوداني في اطار سرديه وطنيه نهضويه، يعني ترفع المعنويات. وانا افتكر دي مهمه جدا بالنسبه للمرحله الجايه. شكرا جزيلا.